الخشيه انه ان تكون هنالك جهات ثالثه تدخل الى المتظاهرات يوم 1/10، وقد حصل في التظاهرات يوم امس بان هنالك اليه كبيره نوع شفل مدرع، كيف دخل هذا الى ساحه التظاهرات وبدا بهدم الكتل الكونكريتيه او باسقاط الكتل الكونكريتيه؟ يجب ان ننتبه انه اذا كانت التظاهرات فعلا تريد اجراء عمليه تغيير سلمي فلا ضير في ذلك، لكن ان يكون هنالك جهات اخرى تدفع بالاتجاهات لربما انزلاق البلد الى وضع امني، هذا ما يجب ان ننتبه له. على اي حال، فيما يخص السيد السوداني لا علاقه له، السيد السوداني لا علاقه له بمرشح الاخوه في البيت الكردي، السيد السوداني قد اعلن الاطار التنسيقي منذ فتره طويله عن ترشيح السيد السوداني، والعمليه ليست بعمليه انه يعني سوف تكون هنالك تنازلات متقابله ما بين هذه الجهه او تلك، لا، الاخوه في البيت الكردي الى الان لا زالوا متمسكين يعني جهتين لا زالوا متمسكين بمرشحين، والى الان لم تسفر، يعني وان حصلت جولات كثيره جدا من الحوار ما بين اليكتي والبارتي، لكن هذه الجولات لم تسفر عن نتيجة إيجابية توحد البيت الكردي، والإطار التنسيقي يدفع بهذا الاتجاه بشكل كبير جدا لوحدة البيت الكردي. اليوم يعني لربما أنه سيناريو 2018 سوف يتكرر، يأتون إلى البرلمان بمرشحين اثنين، وبالتالي لربما أنه من سيصوت عليه البرلمانيون هو من سوف يكون رئيس الجمهورية، لكن هذا أيضا لربما يخلق مشكلة ما بين الجهة الخاسرة والإطار التنسيقي. لا نريد لهذه الأمور أن تحصل، لأننا اليوم نحاول أن ندفع بشتى الوسائل إلى أقناع الأخوة الصدريين، إلى إكمال باقي الاستحقاقات الدستورية، لأن الحقيقة وضعية البلد والوضع الإقليمي والدولي معقد بشكل كبير جدا، فلا نريد أن نعقد المشهد السياسي العراقي بشكل أكبر من مما هو موجود به الآن، نعم. وبالتالي ربما أنه تحصل ما لا يحمد عقباه، نريد أن يكون هنالك وحدة خطاب في البيت الكردي، نريد أن يكون هنالك وحدة خطاب لكل القوى السياسية العراقية، خطاب وطني على مستوى العراق بشكل كامل، تنقية الأجواء والعلاقة ما بين الشركاء السياسيين، ونتجاوز خلافات الماضي لأنها لن تصب في أي حال من الأحوال بصالح الشعب العراقي.